وإذا ما كانت ردة فعل ليش هالتوقيت بالذات؟ أكيد بدتها ابنها. ما بعرف شو بدي أقول يا خيي، ما بعرف. بس أمك إمنا ما رح تتراجع عن قرارها. بس نحن لو عملنا هيك كانت خربت الدنيا. منيح اللي هادي منه هون. كان قالنا روقوا، ما تعملوا هيك، ما تفكروا هيك، روقوا. واه هي أمكم، دخيلكم. طيب ليش بدها تتجوز بعد كل هالعمر؟ ما فهمت، ما فهمت. ايه وهلا شو بصير؟ بتروح هي وعادل على البيت الزوجي تبعهم؟ والماتر بيحملها بفوتوا وياها على الاوضه لوحده؟ اوه بليز بليز خليه، ما بدي افكر بإشي. انا بالعادي كنت عملت مشكل بس اليوم اتصالحنا، ما بقدر. انا اساسا اسهمي كلها بالارض. امك عرفت تنقي التوقيت المزبوط، صممت، خططت، صبرت 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 ورجعت صابت الاهداف تبعها كله. لك امنا لازم تكون رئيسة الامم المتحدة، بس حرام ما اعطوها فرصة. نحن مين عم نتعارك معه؟ مين؟ العقل المدبر تبع بيت الظاهر؟ كون اسمين بيت الظاهر؟ ما فينا. اوه شو هالقعدة، شو هالسهرة الظريفة هي. يا جماعة والله نحن مقصرين بحق حالنا، عن جد لازم كل أسبوع نعمل جمعة مثل هي. سبيلي سبيلي سبيلي. شو ما في تلج؟ جرسون جرسون تلج على السريع. شو في؟ شو كانوا قاعدين بجنازة؟ ولا عم نلعب لعبة مين بسكت أكتر؟ طلاليتو بركلنا رح يصير عنا زوج أم. شو يا جماعة كم كاسة صرتوا شربانين؟ شو هالحكي؟ عن جد الماما بدها تتجوز. كنا نقول يا ترى فارس ابن عادل، صرنا هلا كلنا اولاد عادل. قوية 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 قوية، صاحبي بعرف نسبتي.